سعيدة. أجواء المونديال بعد هي الطاغية على كافة مواقع التواصل الاجتماعي، لكن المفارقة هالمرة أنه الفن كان له حيز كبير خلال عمليات تزريق والتزريق المضاد بين مشجعي الفرق يلي تأهلت على الربع النهائي. فبعد الفيديو المدبلج بطريقتهم يلي نشروه مشجعي المنتخب البرازيلي حاملي شعار شحنوا الكاس على الريو، استغلوا فيه ندوة شعرية للشاعر الكبير سعيد عقل. بتفوقوا من 3 أيام كبينا برا المكسيك، جايين الجمعة كمان تنربيهم للبلجيك، ورح نتلاقى بفرنسا وننتفهم لصياح الديك. فرد عليهم مشجعي المنتخب الفرنسي حاملي شعار الكاس بينده كوكوكوكو المتحالفين مع مشجعي المنتخبات يلي خرجت من المونديال بفيديوين، واحد دبلجوا فيه مقطع زجل للشاعر بو علي زين شعيب. اوعى تفكر يا منحوس، لا مكسيك ولا بلجيك، لا تفرعن على ارض الروس، الفرنساوي بيربيك. ولا تفرعن على ارض الروس، الفرنساوي بيربيك. والتاني استعملوا فيه الفيديو المشهور للحج ميرفت وايضا باسلوبهم. كنت انا ومارسيلو عم نلعب الدبدوب نيمار بهالطابه، هلا انا وعم لعبه بهالطابه قامت صارت الهزه الفرنسيه، لما صارت الهزه صرنا نرعش كلني ونصرخ، قمت حملت الطابه وظهرت فيها على الكاريدور، ونيمار ضل بالملعب وهجمن عليه الفرنسي، يا مشحره يا ميرفت، الطابه معي ونيمار مش معي، شو بدي اعمل؟ بعد حصول الدكتورة سمر الشامسي على درجة بكالوريوس في العلوم بتقدير امتياز من جامعة دبي مؤخرا، عم بتشارك بإنتاج فيلم وثائقي قصير تحت عنوان ألم الجوع، يحاكي معاناة أطفال المخيمات في الحصول على لقمة العيش، فيما يصور الفيلم من جهة أخرى أطفال مدللين بيعيشوا برفاهية وتحولوا إلى متمردين على النعم. الفيلم القصير ألم الجوع فكرة وسيناريو الدكتورة سمر الشامسي، مونتاج ومكساج ربيع فخري محمد وإخراج أسامة شهاب الحمد. فكرة الفيلم انطلقت أثناء حملة الشامس الإنسانية في مخيمات اللاجئين السوريين في الأردن بهدف إجراء مقارنة بسيطة بين الأطفال المرفهين ويلي بيبحثوا عن كسرة خبز بين صناديق القمامة، كما أن استهدفت من الفيلم التذكير بالنعم والشكر عليها، وفي الوقت نفسه إيصال معاناة أطفال المخيمات إلى الأطفال المرفهين. لهم مشاهدينك وصلت فقرة فن الخبر لنهيتها، منشوفكن، باي باي.